ونحن نتحدث عن القلة، القلة والزمن الجميل. القلة هي إناء مصنوع من الفخار والجمع قلل، وقد تجمع بقلال، والقلة تعمل على حفظ الماء وتبريده. ربما يرجع معنى قلة نسبة إلى القلود، وهي البئر الكثير الماء، أو قد ترجع تسمية القلة إلى القلداء، وتعني الناقة الطويلة العنق، لأننا نعلم أن القلة لها عنق طويل كما نشاهد. والكاتب الصحفي محمد مستجاب يقول عن القلة: ذا هي متأنقة، ساحرة، مسحورة، رقيقة، خجولة، متسامحة. هذه هي القلة التي تزهو بنفسها، القلة الصابرة على الصعاب، كاتمة الأسرار للذين يعانون الوحدة. القلة رمز الدلع والدلال والبهجة والارتواء والتخلص من الأعداء. القلة أمل المحبين والعطشة. القلة خادمة أمينة ومعطاءة بلا حدود، تتحدى الانقراض، دليل أصل المنشأ وقوة التربية. وجود القلة النظيفة في البيوت من الأدلة الهامة على نظافة ربة البيت. القلة التي نشاهدها هي ثلاجة الفقراء المنعشة في الأيام الحارة، هي بركة البيت وتاج البهجة الأساسي. القلة التي تبل ريقنا في أيام الحر والشقاء، تلك القلة التي تقف بجسمها المكتنز الذي نشاهده ورقبتها الطويلة. في المشربيات تقف القلة بجسمها المكتنز ورقبتها الطويلة في المشربيات والنوافذ والشرفات، وقد يحملها المزارع معه في حقله لكي يشرب منها هو وأسرته. ويقال إن الاسم الحقيقي للقلة قلة بكسر القاف وليس بضمها نظرا لصغر حجمها. هذه هي القلة. نشكركم على حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة.